قناة النجمة، مرحبا بكم معنا. صحة فطوركم، صحة شربتكم، قهوة وأتاي ولا زلابية كيما حبيتوا. مي أون توكا اليوم أنا رايحين ثلث الخالي، كيما رانا هكا رايحين ثلث الخالي ديراكتومون. فو لافي دوفيني، اليوم رايحين نحكيو على بنت البلاد، ومعايا اليوم ضيوف مثل الخالي جبناهم لهنا. روحوا شوفوا لي زيتكم نرجعوا لكم. ولا بدفيني اليوم راح نحكي على بنت البلاد، ومعايا اليوم عبد الغني دي جي اغوان. واش تحب سليمان؟ نهضروا على بنت البلاد سليمان اليوم. صح، لا نحكيو شويه على اغوان. بيان سور بيان سور. صحه فطوركم، صحه فطورك، صحه فطور كاع الشعب الجزائري، وصحه رمضانكم. مليحه هكا زعما شغل هذيك تاع حسيت ما عقلتوش على بالي زعما شغل. صحه فطورك انت ثاني، وشكرا على الاستضافه. راني بديت نعرف زعما شويه صافا عجبتك. بروبليم سيك سا باس با كوم سا في اكسبلور. تو فال تو فال فوا مي مالي زعما معنا اوسي اليوم سلام. بون هو يقولوا له لو ميشون سلام مسكين في بنت البلاد، مي هو ولا غير عاقل تقولوا له جاي هكذا. نجي بو سليم، صحه فطوركم. مرحبا بك. مرحبا بك، ميرسي بوكو على شراك الاستضافه. الاستضافه الطيبة والالتفات الجميلة. هذه ما هذه فتني فيها. هذه فات قبلك. هذه رجعتها. هذه ريبيتي فيها. معليش معليش. صافا ديجا كيفاش راكم مع رمضان جوسكيل؟ رانا نص رمضان دوكا خلاص. انا يا بور موا انا نوض بكري. انا ما ديرونجينيش رمضان، او كونترير انا رمضان هاوليك على بالو. رمضان انا فلاجورني اكتيف ونحبو رمضان. انا باش نرقد في رمضان، ما نرقدش. انا ما نحبش نرقد في رمضان، او كونترير شو تري اكتيف ونموت عليه رمضان. انا نحبه رمضان. لك تشوف فيا والله انت يغلبك. يغلبنيش نو، باش كنت كيف ما ندير والو. الحمد لله يا ربي ما ما يغلبنيش. دي فوا نجوع شويه ودي فوا شويه بزاف. شويه بزاف. انا قالوا لي بلي اعوانا طيب في رمضان. يطيب فور اوف الشربات يدير كلش. يجري الشربات يجري طيب. اليوم راح نحكي على بنت البلاد. مسلسل اليوم هاد رانا في نص رمضان، نظن انه بلا ما نحكي عليه احنا شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا لي رياكسيون تاع الجمهور، شفنا حتى لي رياكسيون تاع النقاد. وكل الكل اليوم يمدح في بنت البلاد كفكره، كاخراج، كسيناريو وكتمثيل. ديجا نبداو نحكيو ديجا على الاكسبيريونس تاعك نتاع اغوان بارابور ل انا. شوفي ما نكذبش عليك، بنت البلاد سي ان اكسبيريونس، سي ان فامي ديجا دو ان. باش نبداو نهضروا بيان، سي ان فامي سو دير بنت البلاد. سيتي ان اكسبيريونس بور مو. بالك كاين اللي ما عرفتهمش، اللي ما نعرفهمش. وهذا كي بدينا البروجي وين عرفتهم، وين بدينا نتلاقاو. كاين اللي كيما شيماء انا كنت نعرفها وطونك كانت في لي تيك توك اي تو. شو تلاقينا قصرنا منا منا. بعد كي بدينا نخدموا سيتي وحدها جات، وحدها جات شغل نتفاهموا، تفاهمنا شغل. دونك سيتي سا اون فات. سيتي هذه هي الفرصه تاعنا. ابخي ليكسبيريونس تاعي انايا بنت البلاد سيتي كيفاش نفهمك. ما باليش انا بور مو سيتي بيل اكسبيريونس ومازالني فيها. ميم سي ان اكسبيريونس اللي ظهرت فيها بوكو بلوس. يعني كانت مساحه كبيره في التمثيل. شوفي قلتها ونعاودها، تورنيت قصبة سيتي، جي كلكو سيكونس في بابور اللوح، في بيبيش وبيبيشة، في الخاوة ايتو. مي بنت البلاد سي بنت فيه مليح، باسكو سي نيستوار. الاخراج تاعو كلش يعني، مام الممثلين كامل عطاو تاني. دونك انا بور موا راني فرحان. تي ساتيسفي وي. Et pour toi, Najib, il faut savoir que déjà tu as fait le masrahi, يعني و انك تكون في نفس التجربه اللي يكونوا فيها دي جون اللي جاوا ربما اول ظهور لهم، وهذا الشيء اللي خلى ربما العمل يبرز اكثر، لانه كان فيه بعض الجدل في البدايه. كنا نشوفوا وجوه كامل جديده اي سيتي اون فان كونت ان تري تري بون انيشياتيف. كيفاش انت كان انطباعك على الاكسبيريونس هذه؟ كان مليح بزاف، على خاطر كيما قال لك اروان. شوفي هي نشكروا ديب توجور اللي كان لي لمنا اللي دار لما هذه. نشكروا بالمناسبه يوسف محساس اللي خلى تما اللي قام على الكاستينغ وقام على ومعه امينه حناشي. و
كانت تجربة جميلة جدا كما يقول لك، على خاطر كما قال لك تلاقينا فيها وتلمينا وحبينا نخدموا حاجة مليحة. لو في اللي خممنا نخدموا حاجة مليحة بلامور هذاك وبكل واحد واش عنده اكسبيريونس، اللي تقدري تقولي خرجت هذاك العمل اللي راه دركا بارز جدا والحمد لله، واللي بنا فيه كامل ماشي غير زعما بانها كان باين من قبل هذاك، والله كامل ليكيب كامل بنا فيه بشكل جيد. فوالا سكي بيان. ايضا انه العمل هذا قبل ما قبل ما ينطلق العمل كان فيه تكوين بالنسبه للوجوه الجديده، بالنسبه اللي ما كانش عندهم اكسبيريونس في الـ في صديق لو دومين ولا في التمثيل. اكزاكتومون هذه الاكسبيريونس اللي كتحكي عليها بارطاجيناها على بعضنا، سواء اللي يعرف سواء ما يعرفش. باغ اكزومبل كيما انا والله ممثلين مسرحيين واحد اخرين ليكسبيريونس صغيره اللي عندهم بالباجاج هذاك اللي عندهم في فن التمثيل والله في واسمو كنا نعاونوا به بعضنا كامل، فهمتيني؟ كامل نعاونوا به بعضنا. فوالا اروان باغ اكزومبل مدير دي فوا دي فوا راح نقولوا انا سلام كيف باغ اكزومبل انا نتقبلها يقول لي ماشي هكا ماشي هكا ما تجيبهاش هكذا باسكو هذه فوالا مام هو كيشوفني تما هذيك هي الفورماسيون اللي تقدري تسميها تي نقدروا نقولوا لها فورماسيون فوالا باسكو مام هو من بعد كيشوفني انا نلعب يهز لي رومارك هذوك اللي كنت نقول لهم يجي يقول لي يقول انا جيب هناك غلط نتقبلها من عنده هذاك يتقبلها من عندي فهمتي سي بورسا اللي قدرنا يعني ما كانش الحساسيه هذيك ما كانش سوا مع اروان مع نبيل شيالي مع شيماء مع توت ليكيب ما ليكيب كامله ما كاين حتى حساسيه تاع واحد يعرف خير من واحد والله واحد واصل على واحد والله هذا عنده اكسبيريونس كبيره والله هذا اكسبيريونس صغيره كامل كنا دخلنا كامل بالمنطق تاعنا اكسبيريونس واحده كامل رانا جدد يلا نتعلموا يلا نديروا حاجه واحد يرفد على واحد الحاجه المليحه اللي تخلي توجور العمل ينجح هو لامور كي تحب الحاجه هذيك وتخدمها من قلبك اوفيسيالمون فلا فرحه تكون حاجه مليحه. وبالحديث ايضا عن العمل السيناريو من المسعودي مي اوسي سي ان ادابتاسيون لانسيناريو تورك بيان سور والعروس الجديده جو بونس كان بلوزيغ ادابتاسيون في بلوزيغ بيي ماشي غير احنا عندنا ولكن الادابتاسيون اللي اون بو دير اوجوردي انه الناس ولا الجمهور لو يشاهد بنت البلاد اللي سادير اي سو فوا في بنت البلاد حكايات ولا دي سيتواسيون لا مي يكونوا في بنت البلاد تصرى الى يومنا في بعض المدن حتى عندنا هنايا في الجزائر فما اليوم الجمهور يشوف روحه هذا الشيء اللي خلاه يتعلق بنت البلاد. شوفي اون بالون دو سيناريو على منال اللي نحييوها من الاول كنت نشوف بزاف لي سيناريست يجيبوا توانسه تسمعي بلي سي ان سيناريست تونسي بعد سوري ومن بعد داك فهم مصري اللي يديروا لي سيناريو دونك انا بو موا انا سي مون افي بو موا سي لا بروميير فوا اللي شفت سيناريو زعما تاع اون الجيريان اللي دارت شغل كما نقولوا ان باز دارت فريمون ان ترافاي مانيفيك ابري انا بور مو دوك هذيك نقدر نقول بلي اللي نهضر مع لا برودكسيون ولا مع المنتجين ولا بلي يعني يعطوا شويه الاهتمام للسيناريست الجيريان باسكو يا بليزيور سيناريست لي فريمون ايزون ان بون باجاج وكاين بزاف ناس راهي تتعلق بالسوسوا لي فيتون دراما ولا حتى لي سيتواسيون كوميك راه نتعلق بهم لانهم قرب لينا انا نقدر نشوف مسلسل سوري يعجبني جزء اول هذا يعجبني جزء اول ولكن ما نقدرش نتعلق به هذاك التعلق كما نتعلق مثلا بابور لوح بنت البلاد لانه السيناريو قريب بزاف ولاد الحلال كنا شفناها في الاكسبيريونس تاع ولاد الحلال الكل كان يتساءل شنو هو سر نجاح ولاد الحلال ولاد الحلال يحكي واقع الجزائر واقع الجزائر مام الجمهور المتفرج اللي يتفرج راح يكون اكثر واقعي راح يشوف الحاجه اللي تمثله هو اللي تكون قريبه ليه هو اسكو شعبيه يشوف الحاجه اللي تمثله سواء في عاداتنا في تقاليدنا في 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 لهجتنا في 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 الوضع اللي احنا عايشينه في عايشينه بكل المقاييس كما يقول لك شغل في تو لي كوتي فوالا ثم يشوفها من هذوك النواحي كامل اللي يقدر يخليه يتبع هذاك الشيء ويحبه بصح كي تجيب لي انا سيناريو فيه بار اكزومبل حوايج ماهمش من عاداتنا ومن تقاليدنا وتجيب لي انا حاجه خارقه على المجتمع تاعنا بيان سور يلقى انتقاد كبير كي ماهمش لي فامي كامل الجيريان لاباس بهم ماهمش كامل ثاني لا ماهمش لاباس بهم الناس تيسي الماكسيموم كيفاش تشوف الحاجه القريبه لها justement en parlant toujours de بنت البلاد معنا انه في راح يكون خارج الشبكه الرمضانيه العام اللي فات كنا نقولوا انه راح نشوفوا 90 حلقه خارج الشبكه الرمضانيه و60 حلقه بعد 30 رمضان نشوفوا خارج الشبكه الرمضانيه للاسف عاودنا رجعنا في رمضان هذا العام هذه توجور نقول سامحني اخويا
لا 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 نشرب حاجة. ما شيب. هذه توجور نقولها أنا باسكو الحاجة اللي نتمناها أنا في الجزائر في الإنتاج الجزائري سيكون الإنتاج ما يبقاش غير في رمضان. على خاطر مشكل كبير الفنان يخدم غير في رمضان ومش غير انا اللي راني نقولها نجيب والله اروان والله الفنانين كامل اللي راه في الجزائر والله سواء اللي يخدموا كامل في في الدومين تاع الفن نسمعها عباره يقول لك احنا قلب اللوز كيما قلب اللوز اكزاكتومون انا نتمنى توجور نقولها باش ما نبقاوش نخدموا على في رمضان برك سي بور سا اللي حاولنا يكون هذا العمل موش غير في رمضان يمشي بعد رمضان ويروح مي ما على باليش الظروف اللي كانت واللي خلاته ما يمشيش جو سي با مي ان شاء الله نتمناه في المستقبل ان شاء الله وعلى بالي بلي كامل الفنانين يتمناوها انه يكون انتاجات بزاف وما نخدموش غير حتى غير الجمهور يتمنى انه يروح يتفرج يتفرج على العام دي برودكسيون جيريان سواء في السينما سواء في لا تيليفزيون سواء في المسرح ان شاء الله يكونوا توجور كاين انتاجات مسرحيه سينمائيه تلفزيونيه على خاطر هكذا الفنان تكون عنده فرصه يخدم ماشي غير في رمضان ايضا يكون فيه ابداع تكون فيه كونكورونس يكون فيه باسكو حنا بوغ نو لا كونكورونس كاع سو بريزون فرمضان ابري ابري il faut pas oublier بلي ماشي لا فوت تاع لي بروديكتور ولا تاع المنتجين تما لا ميديرو باسكو كاين وين اللي يحبوا يديروا على العام مي لي سبونسور دوموند كيبانوا في رمضان il faut pas oublier ça وكاين بزاف كاين بزاف ربما التفاصيل يجهلها المشاهد انه العمل ربما كما نشوفوه حنا لي بخير يبان لك ساهل شيء ولكن هو التمويل هو فيه ممولين فيه ديكور فيه بوكو تشوز يعني حنايا نتجاهلوها وما نقدروش نعرفوا هاد التفاصيل وربما ماشي حاجه سهله انه يوفرها المنتج حنا نتمنوا تكون على العام ان شاء الله ان شاء الله هذا حنا نتمنوا تكونوا على العام وما دابينا حنا ثاني تكون على العام باسكو علاش نروحوا نتفرجوا يخلص رمضان نروحوا نتفرجوا الترك ولا نروحوا نتفرجوا السوريين ولا نروحوا نتمنى تكون على العام بصح تكون حاجه حاجه مليحه شي على العام ونولي ونخلطوا برك اون بارون دو العام اون بارون دو تكون حاجه مليحه واش راكم تشوفوا هذا رمضان ابار تشوفوا اللي روحكم في رمضان والله احنا شوفي لا فيريتي اسمح لي لا فيريتي شغل انا ونجيب اون كونو توجور اون تورناج دونك اون فوا با ديجا بنت البلاد ما نجيش نشوفوها لا فيريتي شغل نشوفوها بالك حتى كي ندخلوا للدار وابري باش ندخلوا اليوتيوب وندخلوا توجور اون تورناج دونك احنا تورناج انا مول فطور ديريكتومون اون اتاك اون اتاك دونك دي فوا تشوف دي فوا تشوف دي فوا مع روحك تتفرج تشوف كاين انتاجات لاباس بهم كيما كاين بابور لوح كيما بنت البلاد كيما نشوفوا في انتاجات بزاف لاباس بها الحمد لله يعني ماشي نتمنى وانا دائما نقول لك ان شاء الله نتمنى ودائما يكونوا الانتاج باش نتفرجوا بزاف ونخدموا بزاف خليونا نخدموا عطيونا الفن عبك الفنان يحب يتنفس بالفن انا واحد من الناس نتنفس بالفن انا كيعود ما كانش الفن نحس روحي سافا با نحس روحي مانيش بيان نحس روحي مكريسبي في روحي كيعود كاين الفن كاين بيرسوناج جديد كاين خدمه جديده نحبوا نخدموا هذه الخدمه عطيونا الفن وخليونا نخدموا لا لا انا عجبتني عجبتني لا لا هذا نداء يعني بريفكش على هذه بس نداء انا كنت فن ولا دمعه قاعد تحطيها لي اعطولو اعطولو كاش ما كاين حاجه خير من الفن بيناتنا صح سي فري هو شوفي انا توجور نقول اي واحد يخدم خدمه مليحه ويتقنها سواء خياط سواء اي حاجه يخدمها من قلبه ويتقنها هذا كان بور موا ارتيست فنان بكل المقاييس سي فري اون دو فري اون دو فري نكون عندنا مساحه كبيره ولكن هي التفاصيل حنا كما كنت سبقت وقلت التفاصيل هي صح مهمه صح ولكن التفاصيل بغي ما حنا اللي نتجاهلوها ربما المشاهد اللي يشوف هذا الشيء يطرح سؤال يقول لك انا علاش ما نشوفش مي كاين بزاف تفاصيل بعد هذا الشيء اللي حنا انا نتمنى وانا الفنان نتمنى قالك لي تمنى خير من الجنة ان شاء الله يا رب الكونسيبت جو سي با اسكو تعرفوه اكزاكتومون ولا لا ولكن عندنا دي كويز في ميسيون لي كويز باش نتقربوا بوكو بلوس باش نشوفوا انكور الفنان تاعنا بوكو بلوس وشنو هما واش يحب واش ما يحبش واش صرالو واش ما صرالوش اي اون بارلون دو واش صرالو واش ما صرالوش نروحوا ديريكتومون لبرومي كويز نهار اليوم مع اروان ونجيب نشوفوا واش صرالهم واش ما صرالهمش صرات ولا ما صراتش وشنو هو اللي صرالكم شنو ما صرالكمش سهله في بعض الاحيان السؤال الاثنين في بعض الاحيان سؤال واحد سا ديبون يلا نبداو صرات ولا ما صراتش نسيت التكست ديالك قعدت غير تعاود اروان جي لابريسيون هو المشاغب تاع الكواليس قول لي الصح نتي بصح والله يخدم مشاغب هو على كل حال مشاغب بصح يخدم هذا لا فيريتي مجتهد الحاجه اللي تعجبني فيه انه مجتهد
مشاغب ورومبيون سمعه وشوف كي يدخل أروان تكون الحالة إيجابية، هي إيجابية وكيزيد هو يزيد لها الإيجابية تولي موجبة لبوا وينا ديرك تولي بزاف سمع. والحاجة الحاجة اللي مليحة فيها أنه مجتهد ما كي يدخل ممسي هكذا كي قلت صراته ما كي ينسى هو ما حبش يبيعك وبعد شاف قلت صرا لا لا نحكي نورمال ماشي دوك نفهمك انا البروبليم كو جي في الدي في الدي بي تاعي اون فات سي كان تيلمون انا من انا لو بيرسوناج تاعي شغل كي عندي لو سيناريو تيلمون كون ا دي سيكونس بزاف كي تكون عندي بزاف لي سيكونس شغل انايا نحب سير بلاص شغل نقرا غير لي سيكونس اللي حنديرهم سير بلاص واش حندير دونك دي فوا دي فوا تتلف لي زعما عندي سيكونس منا نفكر غير سيكونس اللي تجي موراها صافي دير غير نوصل لي يقول لي ايا اكسيون دير له هكا هادي تاع واش واش صرات من قبل يقول لي اكسيريو نحييه سامي وسمح لي سامي والله سمح لي سامي هذا بالمناسبه ثاني نحييوه اللي راهو يشرف على الاخراج تاع الموسم الثاني يعطيه الصحه يعطيه الصحه بزاف اللي كان الحمد لله انه زاد البليس للمشروع ما حسيناش خلاص نقص والله ما زاد له البليس اللي نحييوك بالمناسبه صرات ولا ما صراتش عيطت لواحد من الممثلين بصح باسمه الحقيقي في لا سيكونس هذه صرات لمن عيط هذه صرات بليزيوغ فوا واقيلا صرات لك اها صرات ما تصراش بزاف بصح تصرا صرا صات دي فوا هكذا تصرا تيلمون فزيت بروش ربما اكزاكتومون في بار اكزومبل كيما اروان دي فوا نقولوا اروان نبيل نبيل شيالي دي فوا ما نقولوش امير نقولوا نبيل وفي العكس سيرتو نبيل وتصرا لك في العكس ربما كي يكون كي تكونوا خارج اكزاكتومون نكونوا خارج التصوير دي فوا نقولوا امير يقول لي دي فوا كان في البلاط يقول لي انا شيماء ما يطلع شيماء يطلع قمره اه حيزيه نقولها حيزيه فوالا صرات ولا ما صراتش تعطل التورناج على جالك باسكو درت الغوطه بونكتوير ما شفيتش ما كاش واحد بونكتوير كيما انايا اكزاكتومون انا هو الاولاني دي فوا نجي دي فوا انا نلحق قبل الكادرور قبل الرياليزاتور دي فوا يلحق يدير لومبيونس نلحق وحدي صرات ولا ما صراتش نجيب صرات ولا ما صراتش وصلوك دي ميساج في مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا لك كاين خداع على جال الدور ديالك صرات صرات بزاف صرات صرات عطيناها فيسبوك عطيناها فيسبوك والله صرات بزاف تاع يسبوني فيسبوك وكاين يسبوك كاين اللي يسبك ومن بعد يقول لك يعطيك الصحه ومنه وكاين اللي يسبك وسيريو منه بصح ديفون حيره يدخلوا معك في لا يسبني ديفون تلاقى معهم في الطريق يقولوا لي الخداع ما تحشمش تخدع في مرتك وتخدع حيره انا نقولش بهم تقريبا هم بلي انا نمثلوا والله هو مؤسف ولكن في نفس الوقت حاجه مليحه لانه تحسب لي من تبعو فيك ولي اديت الدور ديالك حتى الناس تقاتوا الحمد لله اروان صرات ولا ما صراتش لحقوا دي ميساج مواقع التواصل الاجتماعي كسوا في هاد ليكسبيريونس ولا اللي قبلها في التمثيل قالوا لك واش راك دير انت دي جي صرات قالوا لي سيتو طافي نورمال يقولوا لك انت دي جي واش راك دير طونك كوميديان مي شغل Je réponds normalement, le plus normalement possible. C'est un casting comme tout le monde. Oui, j'ai été accepté. Quand on a fait des castings, ils ne m'ont pas accepté. Ils ne m'ont pas accepté. J'ai fait un casting deux fois sans merde. Au moins, j'ai dit. Je vais dire, oh, ma cache. Et pourtant, le Rabama Chilim à la Bérange, c'est le même. C'est le même charika. هي نفس شركة الإنتاج ثم إذا رفضوك يعني ولما ما قبلوكش في هذا الدور سي كو صح أنت ما كنتش مناسب ما كنتش مناسب نعم ما كنتش خرج على حساب البروفيل واش يحب على حساب بزاف معايير بزاف معايير كاين اللي يخير على جال المعايير واحد أخرى كل واحد وكل مخرج ومعايير وكل واحد واش يحب فهمت صح هذه هي يعني إذا دل هذا الشيء على شيء أنه سي با أن بيستون يعني الكاستينغ جوستومون أنا هذه حبيت نعلق عليها تاع ماهيش بلاصتك والله واش راك دير لهنا سواء في كل المجالات ماشي غير في لي كوميديان ولا في لي ميزيسيان ولا في لي شونتور ولا في لي شونتيز ولا في أي دومين تاع فن لي خويا الساحة مفتوحة للجميع أنا ديجور نقولها الساحة مفتوحة للجميع سي فري في الجيري ما كانش معايير زعما قد اللي نقدروا نقيسوا عليهم المعيار الوحيد اللي رانا نقيسوا عليه هي لغه الارقام واش عندك في الانستغرام ولا واش عندك في وهذا الموضوع كبير بزاف اللي توجور يدخلوا فيه بزاف فنانين انا مانيش حاب ندخل فيه انا الحاجه اللي قانع بها انه
في الفن الساحة مفتوحة للجميع، يا تقدر يا ما تقدرش. كي تقدر أكتبان باللي تقدر مولاها، كي ما تقدرش أكتبان أيضا باللي ما تقدرش. ما نقول لك لا أنت فيها لا خاطيك لا ما نحقرك ما تحقريني، يلا أنا خدمه صح في الخدمة كي نخدمه وتبان إلى نقدروا ونكملوا على بركة الله. إلا ما نقدروش نجبدوا رواحنا بلاتي هي أحسن خير من يزعكمون الله يجبدوا. سرات ولا ما سراتش تغيروا عليك ربما بعض الأشخاص في الوسط الفني بعد نجاح سلسلة بنت البلاد؟ سرات كنت تسنى فيه ويقول لي سرات باش تقول يا سرات باش ما نجبدوش سرات وخلاص يديروا يعني صلاه وخلاص. لا كاين، شوف كاين، هو كاين اختلاف، كاين تغيروا عليك ربما ولا يتوددوا لك اكثر بعد النجاح. منو من لي دو كوتي؟ لي دو كوتي. لا لي دو كوتي كيقولوا صلاه صلاه في لي دو كوتي، بوزيتيف نيجاتيف. وما على كل حال كي صرات وتبدلوا سماها نيجاتيف في زوج، مي حنا نلطفوها شويه يا اخي. كل حنا قلنا صلاه نظرات كاينلي نعلقوا عليها شويه هذيك. علقوا لا شوف هنا نعطيك لو كونسيبت، لا علق براحتك ما كاينش. كاين عباد يحطوك باللي كي يشوفك يحطك باللي انت هو اللي راك مشرف على تالي كل ارواح تخدم. اخويا انا مانيش انا اللي نعيط للناس يخدموا، والله مالي انا. انا كيما انت يعني ربما علاش راح تعمل وما عيطليش. انا كيما انت انا نتعب ونخدم وحدي والريبيتي، وكي تجيني الفرصه ما راطياش. انا ما نستهزا في حتى حاجه، انا لوكازيون اللي تجيني نروح لها، ما نقولش مره بالك فكني من جامي جامي كيفاش يقولون نعجز نعجز عليها، نروح لها نشقالها صلحت صلحت ما صلحتش ما صلحتش. كونك مثل نجيب هكذا، كونك مثل نجيب، كونك مثل نجيب ما تشقهاش خويا. السبب هذه هي، ما تجيش درك تجي غدوه، ما تجيش غدوه تجي بعدا، المهم حب واش راك دير. توجور توجور نروحوا نوليو لامور دي ميتي، وهذا ميتي ماهوش ماهوش يعني. دابا حبيتوش ما تقدرش تمثل فوالا، ميتي ميتي ماهوش علم كبير. انا لاكتوران نقدسها، انا التمثيل نقدسه على خاطر ماهوش حاجه سهله. انا درك نشوف نروحي في التلفزيون نتفرج نقول شراني ندير اني نخلط برك تلمو صح نقدسها، ماهيش حاجه سهله خلاص. سما ان شاء الله صرات وصاي كيما يقول لك اه، وحنا ان شاء الله نكونوا في اه وهذه هي اه. صرات ولا ما صرات ضربتو في الكواليس بسبب الضغط؟ تصرا تصرا هذه بزاف تصرا سي نورمال. الضغط يولد الانفجار بيان سور. تصرا لا بريسيون كي سيرتو في لي مومون الاخرين تاع التورناج كي يعود كاين لا بريسيون بين الممثلين. تصرا تصرا هذيك، مي نخرجوا ديريكت نوليو صحاب وبيان ما كاين والو. تصرا فيت تصرا بزاف ميشا. صرات ولا ما صراتش حكمك فوغيغ وما قدرتش تعاود تكمل لا سيكونس؟ تصرا شوفي نحكي لك هذه صرات لنا خطره من عاودناها شحال من خطره سبعه قريب اني نديها قريب نحاولها لا سيكونس ما قدرتش ما قدرناش ما قدرناش اونتر انا وياه ونبيل وكنا نضحكوا على حاجه اور اسمه وكي دخلنا ديريكتومون باش نتونيو ارواحي انت وحبسينا غير يقول اكسيون ضحكوا عاودوها سمحوا لنا سمحوا لنا قال لي تكنيسيان قال لي كادر سمحوا لنا والله غير يقول اكسيون ما نقدروش نتخازرو اون ساشون كي كان عندنا سيكونس لازم نتخازرو لازم نشوفوا بعضنا ونهضروا ما قدرتش هو يشوف وانا من بعد نهبط راسي رياليزاتور يقول لي طلع راسك وهذا يضل له اخو الملا دونك عاودناها واحد سيت فوا مزيه سلكت من حوالي لا شان سيكونس مزيلي ما انيلهاش كيفاتت فكرنا قلت له اروان ايفات ضحكنا وزلنا ضحكنا تفكرنا صرات ولا ما صراتش رقدتوا في موقع التصوير؟ سير نزوج لهنا صرات انا نرقد بزاف صرات بزاف دوك فهمت علاش ما يرقدش في النار باسكو يرقد نرقد بزاف شفناها ديجا مام في بلاصه واحده اخرى شفتك راقد نرقد بزاف وكاع يعرفوا كيفاش نرقد هذا يعرفوا موسيقتي غير نديرها عنده اوبسيون تحبي نرقدوا لك درك هذوك نرقدوا نرقدوا حابين عندي غنيه نديرها ندير له الموسيقى تاعو عندي غنيه دوك نطيح لك هكا نرقد يرقد اذا كانت هذا اخر صرات ولا ما صراتش دوك كنا نحكيو على سلام كي قالوا له اللي خدعت مرتك وناس يعني دي رياكسيون صرات هذه كملنا مي انت تبي كاين بزاف ناس يقول لك اه علاش راك تجرجر فيها مسكينه اي سي قلت لك انا بالمقبل وانا قلت لك بلي لا ميم شوز كيما سلام جي بوكو دو ميساج مي انايا صح سبوني بزاف
اي بصح شغل انا يا بور مو او كونطرير فرحت. لا ماشي فرحت كي يسبوني يا فرحت باللي انت درتي صافي راهم مهتمين صافي دير فوالا اكزاكتو الدور تاعك كان ناجح لانه باش الناس صدقوا حتى خارج التصوير ولا خارج المسلسل انه انت الدور ديالك كان ناجح. كيما هاد الخطره اللي فاتت خرجت رحت نقضي مع امراه ما تحشمش المراه حكمتني ما تحشمش اعطي لها فيسبوك اعطي لها فيسبوك تخليها هكاك مرة كبيرة قلت يا صافي بليزير قلت لها ولا غنعطيه لها يا مدام خلاص سمحوا لي شغل صافي بليزير مي بون اي سي فري كو فو فورمي ان تري بون ديو نتايا والضاويه ولا سهيله جو سالو باسكو ال مي دون ان تري 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 بون جو ال جو تري تري بيان سي ان تري بون كوميديان هايله سهيله وي هايله و سي اون في فريمون الي اكسيلونت يعني هيومنمون الي فريمون جينيال شغل ما كاش وهي كونترير اللي نحيوها دايوغ بهذه المناسبه ولا من هذا المنبر وان شاء الله راح نشوفوها في حلقات اخرى الاكسبلا و سورتو هي يعني كي تفهم انها تلعب الدور تاعها تري تري بيان باسكو الي با دو ال لا رين افوار مع دايوغ. شوفي لا بروميير فوا شيماء لا بروميير فوا كي تلاقينا في الكاستينغ خمست معها قالوا لي فوالا سهيله سهيله انشانتي غافي قالوا لنا بون هاك تكست طلع تكست قلنا لهم وي ايا اهضروا بروميير فوا سيتي قرينا هكذا قلت لها قلت لهم علاش ريبيتيوها قالوا لنا لا 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 هكذا كيما راكم ديروا سيتوياسيون اوكي درنا سيتوياسيون سيتي انكرويابل مي تمتم عرفت بلي قلت لهم واو واو شغل ميم هما ايزيتي ايبلوي جو قال لك سي بون ادجوجي سيتي طوب. باسكو هذا ثاني كان سيتي ان اتو سي فري انه الكاستينغ كان جديد مي سيتي اوسي ان اتو انه الاخراج ولا انه شركه الانتاج تعتمد على اسماء كبيره ولا اسماء مسرحيه كيما نجيب كيما نوار براح كيما سهيله مثلا بلوزيغ اكتر يعني اللي عندهم قامات في التمثيل ربما ما نشوفوهمش بزاف ولكن عندهم خبره كبيره اي سي ان تري تري بون ميكس اللي كان في العائله تاعنا التصوير اكزاكتومون صح كانت بزاف كان كيما حكينا قبل ليكسبيريونس بارطاجيناها على بعضنا كامل اللي خلاتنا كامل واحد ما يقول هذا نعرف والله ما نعرفش اذا ريسك باسكو ريسك بيان سي ربما ما تنجحش ربما لو فيلينغ ما بين لي جينيراسيون يكون ولا لا كومونيكاسيون تكون وربما تقدر ما تكونش يعني كي تامن بحاجه نشفى لها انا في بريمير سيزون شفيت العام اللي فات كنا في الدوت واحد ما يعرفنا وعلى بالناش اسكو ينجح ولا ما ينجحش كنا تصرى هذيك ديسكوسيون بيناتنا واش تقول زعما ينجح ما ينجحش فهمت ينجح ما ينجحش بعد امننا بها انا واحد من الناس كنت مامن قلت لهم ينجح لا ما ينجحش دو ما كناش على بالنا بلي حيجوز في رمضان ما على بالناش ما على بالناش خلاص واش كاين واش ما كاينش انا واحد من الناس كنت مامن نقول لهم ينجح لا ما ينجح ينجح لا ما ينجحش مادام رانا نخدموا بقلوبنا رانا نتعبوا رانا ريبيتيو رانا انا راح ينجح بيان سور ميم سي لا ما نجحش راح يكون حاجه مليحه قلبنا خدمنا من قلبنا ميم لا ما نجحش راح يكون حاجه مليحه ربما لانه اليوم اصبحنا في واحد لا توندونس انه نعتمدوا بزاف على الوجوه المعروفه وسيتي ان تري تري غران ريسك انك تكون عندك ولا انك تبدا سلسله وربما تواصل حتى 90 حلقه ولا 120 حلقه انه بلا حتى وجه يعني ما كنا اغلب الوجوه ما نعرفوهمش صح سيتي ان تري غران ريسك وتحية طبعا للناس القائمه لهذا الشيء وامينه حناشي بالمناسبه في اداره الكاستينغ صح دوكا ريحتو شويه درت باوز اصلا قبل ما نروحوا للدوزيام كويز انا حبيت نروح للدوزيام كويز بصح قبل ما نروحوا للدوزيام كويز حبيت نروحوا نهضروا شويه على الدي جيينغ دابا ولا نحب هو دوكا قاعدين وحشوا لي بلاتين توحشتهم لي بلاتين يعني لا فيريتي والله توحشتهم اونخلي بلاتين والتمثيل شو راك تقول لي شكون تحب يماك ولا باباك شغل براسك اليوم داروا لك الموس في الرقبه اونخلي بلاتين والتمثيل ما سي دو شوز ديفير يعني لا فيريتي شغل موسيقى انا في الدم والتمثيل كنت نحبه ملي كنت صغير يعني نشوف قدامنا وتمنيت ندخل فيه يعني ندخل في التمثيل وبعد انا لا بروميير فوا تاعي يعني وين حسيت بلي حبيت نسيي سيتي لا بروميير فوا سيتي مع مروان قروابي وشمسو اللي نحييهم اللي درنا في دارنا سي ايميسيون اللي تما باسكو تما سيتي تمثيل كان عندنا سيناريو كان سيتياسيون كامل تما اللي عرفت بلي هكذا دايره تما لازم هكا وهكا وهكا وفيها تعب مي تما عرفت بلي فريمون حبيتها وكما قلت لك دوكاتيك اونتر لي دو ما نقدرش نقول لك زعما هادي ولا هادي
دين زوج الحبام. معليش يا سيدي انا خليتك لي شوا جوست باسكو معرفه سينون عندك شي بيستون 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 كيما لازم تحب التمثيل اكثر ازرب قر التمثيل او بارلون او بارلون دايما دو دي جيينغ رايحين نشوفوا لو برومي كليب تاع دي جي روان ايلي تي طون بيانتو ايلي تي طون وي يفوا سافوار كو دي جي روان بما كاين بزاف ناس تعرفوا دوكا او طون دي جي مي صافي تاع commencé bien plus tôt que انك تتعرف autant que DJ. En fait, je t'explique Shaima. J'ai fait beaucoup de productions les khlitha à part. Ça veut dire à chaque fois qu'on نخدم toujours نخدم نص ونخليها هكاك. Il faut pas te poser la question علاش parce que même انا ما على باليش. بالك c'est un manque d'inspiration. Exactement, à chaque fois نخلي. Après تلاقيت avec un DJ عادل اللي نحييه. قال لي واش تاش تخرج لنا في ساعه هكذا قلت ان شاء الله قال لي اخو عباك عندك اسم قدام لنا هذيك لازم دير تخرج كليب لي تيتر تاعك قدام لنا تخرج ان تيتر قلت ان شاء الله دخلت للدار سيريوزمون قاعد هكذا قلت بصح عباك شغل قاسني كيفاش هذا ما نديرش تيان هاي ريحت فريمون جي بري مون طون افيك لو تيتر هذايا اللي حيخرج ان شاء الله اي جي تورني لو كليب باش هكذا ما حبستش نعم وقتاش راح نشوفوا الضوء مر رمضان ان شاء الله ان شاء الله مر صلاه العيد لا هو جامي لي شوز سي ولا شو صلاه العيد اوكي نو سي ان تري بون كليب سي ان تري بون تيتر انا نهضر على روحي خليني اش كان روحي ما تنساليش معليش وان شاء الله يعجبهم سيريوزمون باسكو تعبت فيه Voilà. Justement, je vais vous montrer un extrait de la bande annonce. Et justement, il était temps que je vois un truc comme ça, mais Erwan, et là, je vais vous l'extrait d'argent. Là, je suis trop contente déjà que enfin on a vu une production menandik. Enfin, on a oublié de parler que c'est pour un encouragement parce que ça il était temps ou ça fait un très, ça fait un grand moment que Belak n'a pas Erwan autant que DJ. On a oublié de parler Erwan bedak bel, mais n'a pas autant que DJ. Encore bien plus tôt que ça. Donc, tu m'as le coup de tawfiq. Inch'Allah, on a oublié de dire un numéro spécial. Je n'adore rien les DJ. More line. Inch'Allah, on a oublié de dire que les DJ ne bedak l'année. خلاص promis. Piston, je t'ai dit, on a ترجع. On a dit les pistons. Et puis, on a directement les cuisines. On a oublié de dire que les pour et contre. On a oublié de faire une cuisine de la cuisine avec Erwan et Nadjib. ثاني كويز للحلقه تاع اليوم مع اوديد مع اوديد لي راكيت دي سيتواسيون مع اوديد نعم تحب تعلق علق اوكي يلا مع اوديد انك تشارك في عمل مع واحد ما تفهمش معاه تجبني الفيزاج كي في 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 لا شفتو ولا ولا لا مع اوديد انك تورني في رمضان هي مع اوديد ما غير على بالي بلاكم تورنيو مي اسكو انت تحب تورني في رمضان ولا لا وعلاش ما عاودت مع باسكو لا غالب ما عندكش لو شوا ضد رمضان الواحد مليح يعقبوا مع لا فامي يعقبوا يشوف بيان واش كاين واش ما كانش يعني ربي بيان كيما لازم حوايج بزاف سي بور سا لي مع عاودت انا مانيش حاب ماكش حاب بوزيتي على كيسيون كنت كدير ماكش حاب علاش ماكش حاب تورني في رمضان جوستومون باسكو رمضان نحب نروبوزي فيه نكون مع الدار تخرجي تشوفي الحباب اكزاكتومون سي بوزيتي اي اوسي كي تكون تورني في رمضان ولا كي نكونوا نصوروا في رمضان دي فوا نطيحوا في دي سيتواسيون وين تصور اليوم سا ديفيوز غدوا ان شاء الله ولا دون دو جور لاباس ما لحقناهاش لاباس الحمد لله يعني اون بريسيون كسوا في المونتاج c'est aussi une pression à la qualité exact c'est pour ça que je disais parce qu'on a un tournée c'est pour ça ma habitude est un peu مع اوديد تغيير الممثلين من موسم لاخر
شنو لا كونتراديكسيون؟ وعلاش معاه وعلاش ضد؟ ما تدريش يا اخي، بعيد الشر كش واحد يموت كش واحد موت في سيناريو، يموت في سيناريو كوبي 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 في المونتاج، يموت في سيناريو ماشي صح كوبيوها في المونتاج. أمو لهما راه يسولي عليكم، لا لا يموت في السيناريو وين كوبي كوبي ما نعرفوا احنا. لا لا يعني يكونوا شخصية، لازم يكونوا شخصية جديدة، الشخصية نفسها ربما ولا لو بيرسوناج نفسه انه نبدلوا ممثلين. لازم تبدل ممثلين تحب والله تكره هذه. انا ضد هي انا قاعد نحبهم ماذا بينا قاعدوا قايدك ماذا بينا كامل هنا انا قاعدوا يا خلاص قال لك ضد ضد يا خلاص با فورسيمون يعني غير بنت البلاد اللي شفنا مؤخرا جوستومون اللي نهضر مانيش غير على بنت البلاد با فورسيمون بنت البلاد ربما شفنا تغيير تغيير الدوار تو بارل دو بنت البلاد انا مانيش نحكي على بنت البلاد راني نحكي على كل الاعمال كل كل اعمال باغ اكزومبل نوار براح اللي كنا شفنا انه تم استبدالها بامل قيصر وكانت ربما اون اكسون تري انتيليجونت من 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 شركه الانتاج انه تكون الشبه ما يكونش بعيد بزاف ما بين الممثلين. سيتي با اكسبيريمي بون مي سيتي تري انتيليجون ربما المشاهد راح يتقبلها اكثر خاصه الدور ايضا يتقبلوا بوكو بلوس اكزاكت. مي ايضا شفنا استبدال 10 ل 10 صويلح ولا صلاح أقروت بحكيم زلوم في هذه الحالات. في هذه الحالات هما أدرى وما أدرى بالحالة اللي راهم فيها، هما اللي يقدروا يهضروا عليها ويفسروا أكثر. لو كان جيت أنا في بلاصة نقدر نفسر لك أكثر أكثر. هما اللي على بالهم الممثل في حد ذاته هو اللي على باله لا راح ولا عليه قبل ولا عليه ما قبلش، هذيك هو اللي على باله بها. إكزاكت أنا قلت لك ما في يتشونجيو لي زاكتور ولا لي كوميديا في الأعمال مع نورمال عادي جدا، تقدر ما تفهمش تقدر ما تقدر ما تقدر السيناريو يتبدل ما مشي ما عندك حتى مشكل يتبدل السيناريو يقدر ما على باليش يقدروا يقتلوك في السيناريو يقدروا يزيدوا ما تدريش حتى ولو كيفاش. شفنا استبدال شفنا حريم السلطان ربما مسلسل ما. ناجح تركي ناجح ناس تفرجته دي سيزون اي دي سيزون تم بورتون لعبت الملكه هيام دي سيزون وجاو تم استبدالها يعني الدور الاول دونك الناس يستقبلوها باسكو راهم يشوفوا سينيستر باسكو كاين اون اتيود بعد هذا الشيء فوالا اكزاكتومون مع او ضد لي كاميرا كاشي. ايوان كنت ضحيه واحد الوقت ضحيت لي كاميرا كاشي بلوزيور فوا درت هاد الخطره ثاني جست اون فات كيما تاع هاد الخطره اماك بلي لي يديروا لي كاميرا كاشي انا ما نجوش في ليزيميسيون انا بور موا ما با دير زعما كسبات ولا مي انا بور موا شغل كي يقرب رمضان جوفيز كاع لي زيميسيون شغل يروحوا ضحايا نتاعك كاين حتى دي زيميسيون اللي هما سي دي فري زيميسيون سي دي فري زيميسيون صح ماشي زعما لي عرضوني يقولوا لي ارواح نقول لهم نو يقولوا لي علاش والله ما كاميرا كاشي نقول لهم لا نيفيتي لا دينيير وين جما طوندي با باسكو علاش سيتي اوا دير شغل اون بيرسون اللي تقول لك روح لا لا مليحه سي تلاقى بين فان تاعك نحييه صفوان يعني خدمه شابه مي بون الكاميرا كاشي هاديه تاع لا دنيا اللي خدمتها في عام رمضان سيتي بيان يعني في با دير زعما مي كاين دي كاميرا كاشي وين شوي كونتر باسكو وين الممثل ولا الفنان ولا شغل سي نيمبورت كوا يعني نشوفوه في دي زيماج ولا نشوفوه في حالات ماشي انا كونتر لي كاميرا كاشي اللي هما مش كاشي فهمتيني بلاطو كاميرا تاع كاميرا كاشي تمرمديني وتحطيني من مستوايا وتهاوشيني وتجبدي لي حوايج ما 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 تكون البيت تاعهم تتبكيني ولا نسبك ولا ما داو لك هي شي باسا كاميرا كاشي هي كاميرا كاشي اللي ماشي كاشي ندير كاميرا كاشي مليحه. شوف انا مير كاميرا كاشي شفتها ندارت في الجزائر هي تاع جعفر قاسم مع مراد خان تاع لا راديو والله تاع كانوا فيها حوايج مليح. هذيك هي المير اللي شفتها اللي انا اللي عجبتني تاع الطاكسي تاع بكري والله هذيك تاع وسمها تاع الطاكسي اللي يطلع في الطاكسي و حطني حطني هذيك هي هذيك لا كاميرا كاشي هذيك وي لا دير ولا كاميرا كاشي اسمح لي لا كاميرا كاشي اللي با فيت بور دي زارتيست اكزاكتومون هذيك هذه سي دو لا وين كانت لا كاميرا كاشي افون سي دي بتيت سيتوياسيون خفاف
تفتح للشعب تخرج لك حاجه للشعب يعني ماشي حاجه سبونطاني للشعب اكزاكتومون ماشي انك يعني تحط لارتيست في صوره ربما اللي ما يتقبلهاش الجمهور ولات لا مود درك انا قلت الكاميرا كاشي هي ماشي كاشي ماشي كاشي دون بلاطو تعيط لي بلاطو نجي نفوتو وقت شباب كيما راه درك الفن نحكيو في حوايج جمله اللي واحد يستفاد منهم كاش واحد حنا نستفادو من بعضنا نوليو نعايروا في بعضنا ونطيحوا لبعضنا ومع ضد نلقى روحي نطارشك بها وتيب تليفون مني ما تصلحش صافي با هذه هي برك اللي راني ضد مع او ضد انتقاد الفنانين بعضهم البعض في بلاطوهات التلفزيونيه الى عاد شو قبل ما نهز نعلق قبل باسكو الى عاد الانتقاد بيان في حاجه تفيدني معليش ننتقدوا بعض اكزاكت بصح الى عاد باش تنتقدني باسكو عندك مشكله معايا انا ضد اخويا ضد باسكو باش تبروفيتي لوكازيون كي تعود في بلاطو وتهضر الناس كامل تقدر يعني معوضد فيها وعليها فوالا اكزاكتو على حساب الحاله اللي تكون فيها صديبه. على حساب الموضوع اللي يكون فيه الى عاد راح تنتقدني اللي نقدر نشوف في روحي انا بيان ونقدر نزيد واش راح تمد لي انت فيك بليزير ربما لك يجي الانتقاد من عند فنان ممثل يعني في ما نقولش نفس المستوى انا ما من الانتقاد يجيني طفل صغير يقول لي ينتقدني نتقبله وما تسبنيش وما تعايرنيش بل ما تروحليش في شخصيه فوالا اكزاكتو نبقاو توجور في اطار الفن فن مع او ضد انه ربما الزوجه ديالك تبان في مواقع التواصل الاجتماعي عندي زوج كاين تزوج عندي زوج انت كاين تزوج وبعدها انا ثاني كاين تزوج وبعدها واش كاين عندك زوج انت لا عندك زوج هذا كنا نقولوا ماشي صح يا سلام انا والفت خلاص انا والفت الرابعة الخامسة السادسة السابعة التامنة نحبهم كامل انا لا لا باش لا كيسيون عاودي عاودي مع او ضد انه الزوجة ديالك تبان في مواقع التواصل الاجتماعي من المستقبل مانيش متزوج بصح ضد بتقولي لي على بالي تقولي لي كيفاش تا ومنا لا ما نقولكش هذه حرية انا يا لي دو مع او ضد اسمحي لي يا لي دو دونك ولك علاش سي الى خدمة جورناليست كان نهضروا في التلفاز هاك هكذا حالات شاذة ذيك باينين ماشي قالت لك التلفاز ما قالت لكش انا قالت مواقع التواصل مواقع اي فوالا تقدر تبان يعني كتخدم كيما انا اليوم نخدم اوتون كمنشطه ولا مقدمه تحسها غدوه تلقى لك مواقع التواصل دوك الى انا مرتي قرات ماشي مع الاخر نقولها ريحي في الدار حلال علينا وحرام عليها لا لا قرات انا ضد انا متشدد انا ضد ما كاش هذاك شغل كيما الحاج هذا ما كاش كيفاش مع او ضد لا إنك... والله غير صاديبون والله غير صاديبون هو ما يقدرش ماشي خاف خاف على والله ما على بالي لا مانيش ما 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 او كيما انا وخلاص قول كيما انا كومي لا دير بيه ما تحكموش عليه يا ودي يجي يخطب قبله سي البوبلي والله حابين نفرحوا به خلاص اخر مع او ضد مع او ضد انك تعمل في عمل درامي ولا كوميدي كبير بلا ما تخلص غير باش ربما تبان او انه يكون زيد لك اضافه انا ضد أروان خممت شوية باش درت لي ضد لا 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 شوفي تلفزيوني تاع رمضان كيما قال لي اسمعي دقيقة سمحي لي عمل كبير كبير انترناسيونال ولا عربي عالمي انا باطل نديرها انا ما نديرهاش باطل هيها واش تبان لها هيها نديرها وي ما نديرهاش باطل على خاطر كي قلتي كبير وضخم جامي شفت حاجة كبيرة وضخمة ما عندهمش دراهم علاه اخويا انا نخدم باطل دراهم ام كبير واروان هذا يا رابطه ام بس نقول باطل ومن بعد تما نبدا نقول لهم انا ندير لهم انا جوستيمون من هاد الامبيونس اللي يعيطوا لنا بعد جوستيمون من هاد الامبيونس بالك ربما الجمهور ما على بالوش انه نجيب اروان ونبيل عندهم شو العلاقه صداقه en dehors de العمل exactly. justement هذا الشيء احكي لي ديجا الامباكت تاعو في لي كوليس en dehors de l'anecdote اللي حكيتوها لي احكوا لي شحال شكون هو المشاغب ديجا شكون هو المشاغب صح في الكواليس انا هو ونبيل في زوج انا يعترف اروان يعترف انا جاكسبت با انا ما نعطيك ان اكزومبل واحد حاجه صغيره برك كي يعيطوا نبيل ولا يعيطوا نجيب زعما هكذا يعيطوا لهم يقول لي اسمعني رايح كيلكو بار نقول له كيف تروح؟ ما يقدرش يروح
يقول لي لا لا انا قلت لهم انا راح لازم نجي انا الوان ولا تشيب وكي نروح كلكي بار انايا نوبليجي لهم نقول لهم نقول لهم لازم يجوا معايا سينو نزعف انا نزعف بزاف او يعرفوني ماشي يزعف في الكوتي ايموشن لا شوف راح نشكرك بزاف خلاص كان بالك والله الانسان هايل وطيب وقلبه كبير ويتسع للجميع والله حنين بزاف و يتسع للجميع اسكو ديجا تحب اسكو ديجا خلينا اسكو لو دي جي ايروان يخرج شويه في لي كوليس اسكو من داك لا ميوزيك الهول تخرج في لي كوليس في لي كوليس ما فهمش السؤال ما فهمتوش السؤال يعني اسكو لو دي جي ايروان ماشي سليمان ماشي الدور ماشي الممثل زعما شخصيه دي جي تاعك تاعك يعني تخرج في لي كوليس شويه موسيقى شويه ايروان شوف هو لا لا انا ما كاش ما ندخلش ما دخلتش كاع شغل نوصل عندي سيناريو تاعي نريحو طاك 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 ما كاش هذه جوستمون انت ربما شكون هو من ممثلي العمل باللي الاثنين طبعا شكون هو من ممثلي العمل ربما شباب خاصه تشوفهم انهم عندهم مستقبل كبير ربما واحد المفضل هكا اسم باين تشوف بنت البلاد ولا بنت البلاد بنت البلاد كاين والله كاين كاينين كاين بزاف ما نقدرش نعطي لك دي نون باسكو شغل لك كاينين كتجربه اولى لهم تشوفي في المستقبل زعما كاين كاين كيما نبيل كاين كاين شيماء كاين ليليان كاين حيزيه ليجان هذو محمد لويا محمد سعيد يخدم سعيد ثاني يخدم طري طري ممثل مجتهد جدا هايل يعجبني احلام عندها ان بيل فوا كامل عندهم حاجه سبيسيال على ونحيوها باسكو هي اللي غنات في الجينيريك تاع جديد تاع تاع لا سيزون 2 نسايا في زوج بيان سور نسايا في زوج انا عجبتني هذا في زوج في زوج انا العدل ماشي داخل في المسلسل برا المسلسل زوج صالح انا لا زعما اون بارون دو سيزون 2 واش تحكم معاه مستيريو لا ما تقدر تحكم معاه مستيريو ذا باك نسيت شويه بعد دخلت مش جوستومون اون بارون دو سيزون 2 حكم مزايا المتهلكه خليني نكمل والله غير كامل والله غير كامل عندهم موهبة والله كامل انا نشوفهم كامل عندهم مستقبل مليح كيما راهم انا هما ارهم جوستومون اون بارون دو سيزون 2 اسكو رايحين نشوفوا ان سويت بنت البلاد كما كنا متوقعينها من قبل اسكو رايحين نشوفوا ربما بعد رمضان هذا العمل مكتمل هذه ماشي حنايا لازم تعرضي واحد اخرين تعرضي بصح اوتون كاكتر نورمالمون يكون عندك انا بيرسو والله هذه ما عندنا لا فيريتي والله ما عندنا والله ما عندنا صح ما عندنا ما عندناش احنا نتمناو باسكو شفت نحبوا بعضنا توجو نحبوا نتلاقاو مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا مي باش نقول لك كاين سير والله ما كاينش هادو لي زانفورماسيون هادو ما هادي والله ما على بالي ما عندناش والله انا كنت حابه نزيد نطول الحديث ولكن لازم نروحوا للديرني كويز تاع الحلقه تاع اليوم الكويز هذا تري تري فان تري رابيد وشنو هو الكويز راح نتاكلوا عندكم دي زيموجي وديروا عليهم دي رياكسيون على دي شخصيات برامج اون فيرا اوكي يلا نمروا لاخر كويز الحلقه تاع اليوم اخر كويز للحلقه تاع اليوم الحلقه تاع اليوم نشد في الضحك بالسيف والله غير نشد في الضحك بالسيف يخ كنت جي ماتوندي على سا مي بون شوفوا الديرني كويز راح نذكر لك برامج شخصيات قولوا لي لي رياكسيون ديالكم رياكسيون كيفاش لي بليزيموجي لا بليزيموجي انت تشوف فين رياكسيون أوكي. عندك لايك ديسلايك عندك كار عندك واحد يبكي على شخصيات كيفاش شخصيات مشهورة من العالم الفنان ما تعرفش غير ما نعرفش سهل أوكي. يلا نبداو اول برنامج حبل الملوك تاع مين الشطر ومراد اوزيت محمد بوشعيب اروان عندك ايموجي في وجهك وايموجي قدامك هاي ليك هذه خيار هذه هكذا بيان بيان تري بيان برنامج ولا مسلسل يما والله الله راه هكذا شنو اسمع هذيك فهمتها لايك وواحد يضحك مليح
وهذا ما فهمتهاش. هذه عجبك البرنامج؟ ما شفتوش انا هذه على روحي باسكو ما شفتوش، ما نكذبش عليك والله ما شفتوش. والله ما انا ثاني والله ما شفتو مي جيم بيان باسكو يا دي بون زيكو عليه. ما شفت لا الان لا دو لا طرو والله ما شفتو توجور نقول نشوفو ما شفتوش والله ما شفتو. الفنانه مينا الشطر ايغ نحيوها من هذا المنبر. برنامج البرنامج الانساني رزق انسان، برنامج انساني رزق انسان واسمه رزق انسان. معليش اسكو كنت شفته؟ انا ما شفتوش ما على باليش. لخاطر الرزق من عند ربي سبحانه ماشي من عند الانسان. والله كنت شفت نشوف البرامج انا رايي من نحبهمش هذه البرامج رايي الشخصي. برامج الانسانيه ما نحبهمش على خاطر معليش نقدروا نديروا الخير. تصرى هذه تاع نصوروا ونشوفوا صافي بليزي باش الناس يتاثروا بينا ويعودوا يديروا الخير. بصح باش تقول لي تحت تفري هذا الانسان باش تبان في ليماج ما فكنا عايش حقيقه انه البرنامج ربما يخبي شخصيه الانسان اللي راه يدير في الخير ولكن يبين الانسان اللي راه يدير له في الخير. انا ما شفتش ربما هذا الشيء يجرح شويه مشاعر المشاهد. الممثلة ولا الفنانة ولا كنزة مسوس ليه من غير فاسرة كنزة مسوس كنزة إعلامية فنانة نحن نديرو قاعدتك هكا وزيد هكا. لا لا هناك غلط هكا حدير مشاكل تروح ترمي غلوة نزيدو نديرو هكا ونديرو لك هكا كنزة هكا هكا حبوها حبوها. انت رايك دورها بلا دور هي ديجا هي تقتلنا بالضحك ديجا هايله 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 اللي نحيوها طبعا. سلسله في التسعين راني نشوف فيها شويه. راك تشوف فيها؟ شفت شويه ويجي ادوري ويعطيهم الصحه ليكيب كيما جريو خاساني امينه حناشي ثاني معاهم وكاع ليكيب العريبي فريمون سي بيان سير توب. يعطيهم الصحة. وي دي جي سنيك كاين والو دي جي سنيك اروان خير منه. يعجبني شيخة يعجبك يا بلا دور. راندال مليح صاحبي خويا هذاك الفنانة تعجبني الموسيقى هو تعجبك الموسيقى سي فري الموسيقى تاعو شابة عنده سون ستيل اكزاكتومون لو ستيل ديالو اصلا نحسو انه قريب بزاف باش كنا نحكيو بسبب المسلسلات او السيتواسيون كوميك ولا حتى الموسيقى لازم انه نشوفوا روحنا فيها باسكو اون بو انتوندر دو لا ميوزيك تعجبنا بارتو مي الموسيقى ايضا اللي نشوفوا نفسنا فيها هي ثاني اللي قريبه لينا هي ايضا اللي تمثلنا صح. الفنانه سهيله بن شهاب فنانه ما كانش ايواز نو ما نو 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 صنع دقيقه باش هكذا ما بيا بنت بلادنا بنت بلادنا نحبوها في ان كور مي جو لا كوني با بيان 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 يعني لا فيريتي والله العظيم يعني ما نقدرش. لا كصوت 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 نحب الصوت تاعها يعجبني مي ما نعرفهاش بيان 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 يعني ما بالصوت سمعته خطره واحد ما يكذبش والله ما نكذب. ستيل زنقاوي جيم بيان ايزون كري سي جو بو مي بيرميت نهضر انا جيم بيان باسكو ايزون كري ان ستيل وين الناس ديجا كان كونفينمون كانوا مضراري ما يقدروش يخرجوا كيفاه ما شغل كانت بزاف متاثره ديجا العائلات كانت متاثره وانا واحد شغل عجبني الستيل هذاك ايزون كري ان ستيل لي il était nouveau voilà ما شفناش لا رياكسيون تاعك نجيب بارابور مليح مليح كيما قال لك اروان كوم لا ديري كوم لا ديري يعطيك الصحه يسلمك. برنامج الوزن الرابح. نعم وزن الرابح اللي يعجبني كانت ربحت فيها غيسامون توجدت فيها يا ربي باش ما نغلطش فيها رقمها رقيقه في دور اللي كانت في دوره رقيقه في عصر العصر حبيبه وي 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 جيم بيان هايل هايل برنامج تنافسي اللي خساره الوزن وي 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 جيم بيان. اخر شيء موسيقى الراي حاليا حاليا عندك يعني ديجا نشوفوا الايموجي ديالك قلنا حاليا وقلنا بكري ايه
سي بون هكذا سي بون اوكي ولكن مسحوش على واش لايك على واش كاين اللي مليح وكاين اللي ماشي مليح حاليا نهضروا كاين حاليا كاين اللي مليح وكاين اللي ماشي مليح فوالا سي مون افي ابري وبكري جو با دير بكري بكري يا بكري ثاني كيف كيف كاين اللي مليح وكاين اللي ماشي انا بكري نو كانت تعجبني الموسيقى بكري موسيقى تحضيري بكري نهضروا على بكري نهضر لك انا الزهوانيه خالد مامي ريميتي شغل لأنا في الشعبي نهضر لك تما نهضر لك على الموسيقى وانطباعك نتاع الموسيقى هي الموسيقى مليحه بصح واش كاين واش يكون شوف توجور كاين كاين اطفال يتبعوا كاين دوكا الانترنت تقدرش تحكمها على طفل صغير 5 سنين تلقى في عمره 50 عنده تليفون سمارت فون ويطلع يهبط ويشوف ويسمع يتاثر كي تعطيه الموسيقى اللي تلوث له الصونور تاعو شويه الكلمات نهضروا على الكلمات حنا الطفل صغير يتاثر بزاف سي بور سا لي سا دي بون حبوا لنا كرهوا ماذا بيا توجور يمدوا لهم حاجه مليحه واخر شيء انطباعكم بالايموجي دائما على برنامج اكسبلور مليح نحينا غير هذيك زواج كبير هذيك اكسبلور هذيك لازم نقصعوا لها واش نحي لك غير الزواج تاع الزواج هذيك انا ما انا مرتي ديال بوزي 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 وين راهي وكل مليح هنا اكسبلور ميرسي بوكو شكرا لكم شكرا ديجا لهادي بارتو شكرا ديجا على الايموجي وشكرا لانطباعكم وجيسبر كو صح عجبكم الحال خلاص لي ميجون حبيت نزيدو ما تحسش روحك نزيدو بطلنا بطلنا الى خلاص عاودي سقسينا من الاول عاودي كل نعاود كل شيء non طاب ولا طاب جي با سونتي الوقت في اللغيه تم يقول لي انا كنت نزيد نهضر فيه على باش الحصه جيستمون لحقنا لنهايه الحصه ربما كلمه اخيره اروان ونجيب كامل المشاهدين يشوفوا فيكم على بنت البلاد نهدي هدياتي تحياتي لدارنا كامل باسكو هم يشجعوا فيا كاع الشعب الجزائري يعطيهم الصحه باسكو شغل سي غراسا او لي اون روسوا دي ميساج فريمون مانيفيك ولا فيريتي انا سي غراسا او لي راني نزيد ونزيد 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 ان شاء الله باسكو راني جديد وراني نتعلم وراني نزيد ان شاء الله نزيد نتعلم وان شاء الله نعطوا ما خير ان شاء الله ويعطيكم الصحه كل مونت ميرسي بوكو شكرا يعني كيف كيف يعطيكم الصحة وكانت هايلة ما حسيناش ديجا الوقت كيفاش فات ونشكر كامل العائلة كما قال لك الوالدين ربي يحفظهم لي ويخليهم لي وانتم ثاني إن شاء الله ربي يحفظكم كامل شكرا. كانت حصة جد جميلة هايلة وإن شاء الله ربي يقوي الفن إن شاء الله وإن شاء الله ربي يبعد المشاكل على البلاد هذه ونعيشوا بيان نعيشوا غاية ان شاء الله ان شاء الله عاود قام يقولوا لي في لا غيجي عاود ولا بالريتم اللي بدينا به في الميزان عاود رقد جاع وقت الصحه حسيت روحي مع مينيستر والله عجبتك عجبتني هنا تاع البلاد هذيك عجبتني شكرا لكم شكرا لقبولكم الدعوه اروان توجور شوفوا اروان اون دور دو التمثيل اون دور دو فنان اون دور دو ممثل ومنشطه اروان سي تانامي C'est un très très bon ami. On se croit que je serai toujours là. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Et encore, Anaya. Et encore. Ça fait plaisir. Parce que je suis venue au même moment. C'est-à-dire, on a commencé au même moment. Tu as dit travailler beaucoup plus, mais on a commencé à percer au même moment. Et je te soutiens ou je te félicite. Merci beaucoup. Najib, c'était une très très belle découverte. Aïe, chakra biya hafzak. Chakra al hudurak, chakra al qubul k da'wa. Nitmenna lkom kol tawfiq ana la bint lbelad wala mashari' okhra. Nitmenna aydan kol tawfiq li fariq al 'amal ma'akom. Chakra rabbi. Amma ntouma mushahidina, fankolkom da'iman sihha sahurkom. Tlqawna da'iman 'ala qanat Najma TV kol nihayat asbou'. Nashkur kol al taqam al 'amil 'ala hadha al barnamaj, sawa'an tiqni li rahom sahrin ma'ana, al makiyaj, la redaksyon w hatta al idara. Nqolkom chakran jazilan. صحة صحوركم مشاهدينا الأسبوع المقبل.